سوف نريكم الآن أقوى الأسلحة في العالم. أوران 9 هي دبابة تزن 10 طن، يمكن التحكم فيها لاسلكيا، وتحمل على متنها 4 صواريخ مضادة للدبابات ومدفع 30 ملم و12 قاذف ناري ورشاش. الجندي الذي يشغل أوران 9 يمكن أن يتواجد على بعد 3 كيلومتر منها، ويمكن أن يتحكم في المقود والدواسات. يمكن اليوم للعشرات من هذه الدبابة أن تقوم بدورية على بعد بضع 100 كيلومترات. العيرة النارية ذات العيار الصغير الموجهة لتدميرها ستكون بلا جدوى لأنها مدرعة. هذه ناقلة جنود ألمانية تعمل لاسلكياً وتساعد الجنود على نقل معداتهم وأمتعتهم الشخصية والذخيرة حتى وزن 600 كيلوغرام إلى الأماكن الوعرة، كما أنها مزودة بالرشاشات وصواريخ من عيار 70 ملم. القنابل العنقودية، هناك الكثير من القنابل الصغيرة بداخلها. على سبيل المثال، قنبلة واحدة من GBU-58 تحوي بداخلها 650 قنبلة بحجم كرة البيسبول. عندما تم إلقاء هذه القنبلة من الطائرة انشطرت في الهواء وسقطت 650 قنبلة صغيرة على الأرض. انقسمت كل قنبلة إلى 270 شظية على مسافة 300 متر من وقع الضربة. قامت القنبلة العنقودية GBU-89 بإنشاء حقل ألغام خلال ثواني معدودة. ألقت القنبلة الواحدة التي تزن 450 كيلوغرام 432 لغما مضادا للدبابات و 132 لغم ضد المشاة. هذه الألغام سقطت على الأرض وكانت نشطة على مدار 40 يوما. هناك قنابل عنقودية مخصصة لتدمير الدبابات. أحيانا يتم حشو القنبلة بالصواريخ الموجهة ذاتيا بدلا من القنابل الصغيرة. هي مثل القناصة تسقط في خزان الوقود أو محرك الدبابة. قنبلة واحدة من GBU-105 قادرة على تدمير حوالي 30 دبابة في المتوسط، ويمكن لها أن تحمل حوالي 60 قنبلة. طائرة واحدة تكفي من أجل تدمير فرقة دبابات. هناك 108 من دول العالم رفضت استخدام القنابل العنقودية بسبب اعتقادها بأنها أكثر القنابل المنافية لمعاني الإنسانية. AK-630M2 دويت مدفع آلي روسي دوار قادر على إيجاد وتدمير أي هدف على مسافة 5 كيلومتر، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن. هو أسرع مدفع رشاش في العالم، فهو يطلق 10,000 طلقة في الدقيقة بعيار 30 على 165 ملم. انظروا إلى المدفعين فهما يشبهان قاذفات اللهب. هذا مدفع أمريكي بروفانس M134، وهو المدفع الوحيد في العالم الذي يمكن التحكم فيه عن بعد أو من غير مشاركة الإنسان من الأساس. يمكن أن يتواجد المدفع في المخبأ أو في المدرعة. بروفانس 134 هو صاحب رقم قياسي في المدافع الرشاشة، تبلغ سرعة الإطلاق 6,000 عيار في الدقيقة. لا يمكن أن تقترب من المدفع لمسافة أقل من 1 كيلومتر بسبب هذه النيران الكثيفة. يمكن تدمير هذا المدفع عن طريق طلقة مباشرة من بندقية قناصة أو أي سلاح ثقيل آخر. باستيون بي هي منظومة روسية صاروخية متقدمة، فهي تعثر على الهدف وتطلق الصاروخ في أقل من 5 دقائق. تسمح هذه السرعة لمنظومة واحدة في التحكم في أكثر من 600 كيلومتر في الشاطئ. 30 منظومة تكفي لحماية السواحل الأمريكية. هذه المنظومة مزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من طراز R-800 أونيكس. الصاروخ يبلغ طوله 8 أمتار ووزنه 3 طن. يمكن أن يصل إلى الهدف على مسافة تصل إلى 350 كيلومتر.
رأس الصاروخ التي تزن 300 كيلوغرام تفجر أي سفينة كبيرة وتقسمها إلى أجزاء صغيرة. تتجاوز سرعته سرعة الصوت ب 3.2 كيلومتر، متجاهلة بذلك أي منظومة دفاعية إلكترونية لاسلكية، ويتفادى أي صواريخ من الدفاع الجوي. S-400 أقوى منظومة صاروخية في العالم، فهي قادرة على الوصول إلى أي هدف جوي، بما في ذلك الصواريخ البالستية والطائرات التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت. من أجل التقريب، أسرع صاروخ سيركون الذي يبلغ سرعته 3 كيلومتر في الثانية يستطيع أن يجوب الأرض خلال 4 ساعات، لكن حتى هذا الصاروخ بطيء جدا للإفلات من قبضة المنظومة الصاروخية S-400 القادرة على سحت أي هدف يصل سرعته إلى 5 كيلومتر في الثانية. ينبغي الثاني حتى 3 ثواني من أجل تسجيل الأهداف على S-400 في محيط يبلغ مداه 600 كيلومتر وارتفاع يصل حتى 100 كيلومتر. بعد ذلك تكون الصواريخ المقادة ذاتياً مستعدة للهجوم. باورفول MLRS هي أقوى منظومة نفاثة نارية تطلق الدانات، هي TOS-1A. هذه دبابة مزودة ب 24 صاروخاً فراغياً بعيار 220 ملم. تقوم المنظومة بإطلاق النيران على 40,000 كيلومتر مربع من الأرض، أي ما يعادل 4 ملاعب من البيسبول، خلال 6 ثواني. تنفث الصواريخ على الهدف ذرات تشتعل وتنفجر. ترتفع درجة حرارة الهواء إلى 1000 درجة مئوية، وهذه السخونة كافية لإشعال الوقود الموجود في مركبات العدو ويدمرها من الداخل. لكن أقصى مدى لتوس 6 كيلومتر. إذا كان العدو على مسافة أبعد من ذلك، فإن ما يصلح له هو منظومة 9A522، وهي منظومة تتمتع بأقصى مدى في العالم. هي قادرة على بلوغ الهدف على مسافة 100 كيلومتر. هذه المنظومة مزودة بـ 12 صاروخ من عيار 300 ملم. قد تقوم بإطلاق الكثير من الدانات خلال 3 ثواني، وقادرة على إمطار أرض تعادل مساحتها مساحة 67 ملعباً للبيسبول. إذا رأينا أنه يوجد الكثير من المنظومات، ويوجد أكثر من واحدة منها في 60 منظومة منها، يمكن أن تغطي 92% من مساحة مانهاتن خلال 38 ثانية. منظومة أرشار أرتيلاري هي أقوى منظومة مدفعية في العالم. 23 ثانية تكفي من أجل إطلاق أول دانة من مدفع 155 ملم خلال 1.14 ثانية. يمكن تجهيز المدفع وإطلاق 3 دانات. في الوقت الذي تطير فيه الدانة على الهدف، تستطيع أن تنتقل إلى مكان آخر وتطلق دانة أخرى، ومن المستحيل وجود نسبة للخطأ. تقوم المنظومة في الوضع الآلي بإطلاق 8 دانات في الدقيقة. انظر إلى القوة التي يمكن أن تراها إذا كان هناك أكثر من منظومة. سوف يجن جنون العدو قبل أن يعي المكان الذي يتم منه إطلاق النيران. غواصة أوهايو يوجد في هذه الغواصة 24 صاروخ، يبلغ طول كل واحد 13 متر، يحمل 288 رأس، كل صاروخ يحمل 12 رأس. لا توجد غواصة واحدة في العالم قادرة على حمل هذه الرؤوس النووية. يبلغ أقصى مدى لصاروخ 11.3000 كيلومتر، هذا يكفي لقصف أي نقطة في العالم. يوجد في أمريكا 14 غواصة من هذا النوع، أي 336 صاروخ و 4,032 قنبلة نووية. تخيل إذا تم إطلاق الصواريخ في وقت واحد. لا يوجد نظام دفاعي جوي في العالم قادر على مواجهة هذا الهجوم. ميرف تمتلك الكثير من الصواريخ البالستية الكثير من الرؤوس النووية، وليس رأساً واحداً. صاروخ واحد قادر على إلقاء 14 قنبلة نووية. عندما يرتفع الصاروخ على مسافة 100 كيلومتر،
تنفصل عنه الرأس النووي وتصيب الهدف بدقة متناهية. على سبيل المثال، في صاروخ بولافا R30 يوجد 10 رؤوس نووية، وهي تفوق القنبلة التي ألقيت على هيروشيما في القوة بمقدار 10 مرات. تقوم الغواصات بإطلاق هذه الصواريخ. الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي يصل طوله 22 متر والذي يبلغ مداه 12,000 كيلومتر. هل تعتقد أن هذا الصاروخ يحمل الكثير من الرؤوس النووية؟ لا، هذا الصاروخ يحمل 4، لكن كل قنبلة منهم أقوى بمقدار 3 مرات من الرؤوس التي يحملها R30. كلما كانت الرؤوس النووية قليلة، كلما كانت قوتها أكبر والعكس. باليستيك ميسيل. ها نحن بصدد الحديث عن أقوى سلاح في العالم، RS-28 سارمات. هو أقوى صاروخ عابر للقارات وصاحب أبعد مدى. يضاهي طوله ارتفاع منزل مكون من 10 طوابق، أي 35 متر. يزن صاروخ 200 طن، وبالنسبة لسمك فهو مثل طائرة البيونغ 737. هذا الصاروخ العملاق قادر على بلوغ الهدف على مسافة 18,000 كيلومتر. هذا يكفي من أجل عبور قارة أوراسيا من الغرب إلى الشرق. لكن هذا ليس كل شيء. RS-28 يحمل أقوى الرؤوس القتالية، حيث تزن كل رأس طن، وتبلغ قوتها 750 طن. يمكن إطلاق 10 قنابل نووية في طلقة واحدة، كل واحدة منهم أقوى بمقدار 40 مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. كما أن هذا الصاروخ ليس به نقاط ضعف. هذا الصاروخ الوحيد في العالم الذي يمكن إطلاقه من خلال القطب الجنوبي، مما يجعله غير مرئيا بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي، لأن جميع الرادارات موجهة إلى الغرب والشرق. تخيل الآن ما الذي يمكن أن تفعله 10 صواريخ من هذا النوع. ماذا لو 100 صاروخ؟